أظن السائلة تقصد الكفارة معناها من جامع زوجته في نهار رمضان، أقصد أظنها أنها تقصد هذا. وعلى كل حال فالمسألة لا تخلو من حالين، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فنقول إما أن تكون الزوجة راضية بذلك، فنقول هنا وقعت الكفارة عليهما جميعا، وهي عتق رقبة. بعضنا يقول ما في عبيد الآن كيف نعتق، نقول انتقل للثاني، صيام شهرين متتابعين تابعين عليهما جميعا، لا يجوز أن يتخلفون أو يعني يقطعونها بيوم أبدا إلا إذا كان يوم عيد أو يوم شك. طيب نقول والله عاجزين كبار في السن أو كذا عاجزين عن الصيام لا نستطيع، نقول إطعام 60 مسكينا على الاثنين، على الاثنين يجب عليهم أن يطعمون. هذه على الترتيب وليست على التخيير. وهنا أظن أن السائل يسأل إذا صلى وحده نقول اعمل بالأخشع لك سواء كنت رجلا أو امرأة، الأخشع إلى قلبك اصنعه، اصنعه بشرط أن لا يكون حول المرأة إذا كانت مرأة رجالا أجانب، لكن في بيتها ولا يوجد إلا زوجها أو منعزلة في مكان معين ترفع صوتها ما في بس، الأخشع إلى قلبها تعمله. يا أخواتي هذا بيناه مرارا وتكرارا، لكن نقول لعل السائلة توها دخلت الحساب، فنقول إذا كانت قبل الأيام التي فيها الدورة، قبل الأيام جاءتها الآلام المعروفة للدورة، الآلام التي تصحب الدورة المعروفة عند النساء، الألم في أسفل السرة وخلف الظهر أو كذا، الآلام المعروفة عند النساء، فإذا صحبها هذا الأمر وكانت الدورة مضطربة عندها فهذه أو هذا الدم يلحق بالدورة يعتبر منها. وأما كونها تقول أنه انقطع دم الحيض إلى بعد الفجر ب3 ساعات ثم عاد عليها، نعم يعتبر أيضا من الدورة، يعتبر من الدورة، فإذا طهر المكان تماما تماما فبعد ذلك أو انتهت الدورة ورأت علامات الطهر فتصبح بعدها طاهرة. الله يجزاك خير على دعواتك وينفع بك ويسددك يا رب العالمين وجميع من يسمعنا. إذا كان الزوج يعلم بالسبب الذي علم أو طلب على إثره الوالد طلاق الزوجة، وكان هذا شرا محضا وفيه إفساد، لأن بعض النساء تتمادى إما بعلاقات محرمة وإما بفاحشة أجلكم الله أو غيره من الأمور التي تستمر على الأذى فيها، وكان سببا مقنعا معروفا واستمرت عليه، فإنه يجب عليه أن يمتثل، لأن الخير فيما اختاره الله عز وجل له، خاصة إذا عرف عن والده أنه لا يظلم وهو رجل صالح، فهنا يؤخذ بصلاح الأب ويفعل ما ذكره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن تطلق الزوجة من أجل عمر لأنه لا يظلم. جزاك الله خير على دعواتك، وسر الله جل وعلا في الساعة أن يفرج همك، الله يفرج همك، الله يفرج همك، وادعوا لها يا خواتي، والله العظيم الأمر جلل أن تضاجعين واحد في فراش واحد وهو لا يصلي ولا يصوم، هذه والله مصيبة. وعلى كل حال إذا كان نقلك دقيق أنه لا يصلي، ليس متكاسل عن الصلاة، لا يعني يصلي تارة ويترك تارة، هذا لا يصلي نقلك ولا يصوم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تكملين معه في عقد نكاح، وإنما يفسخ عقد النكاح أصلا ولا يجوز أن تعيشين معه. وإذا مات يجب عليك أن تتقين الله ويتقي الله أهله ويبلغون الناس أنه لا يصلي حتى لا يغسل ولا يكفن ولا يستغفر له ولا يجوز الصدقة عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يذهب به إلى حفرة ويدفن فيها خارج مقابر المسلمين، نسأل الله السلامة. ولهذا يا أخواتي أنا يعني أهيب ببعض النساء اللاتي إذا رأين أزواجهم ينامون عن الصلاة يغضبون، والغضب هو لله، يناصحون مرة ومرتين ثم تزعل عليه، ما في باس تزعل عليه وتذكر بالله تبارك وتعالى، وإذا سمعت النداء حي على
الصلاحية على الفلاح تقول له قوم اتق الله وصل مع الجماعة، مو بتنام عن الصلاة، تزعل عليه، لأن حتى الأبناء والبنات لما يرون والدهم ينام عن الصلاة فما الفائدة؟ هم سيتقاعسون عن الصلاة كما يتقاعس. ولهذا يعني كوني صريحة مع زوجك، قولي قم فصل مع الجماعة، فما جعلت الجماعة إلا للرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عذر عبد الله بن مكتوم وهو أعمى، وجاء يشتكي كما في مسلم، يشتكي من هوام الطريق وليس له قائد يقود إلى المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء وهو أعمى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب، ما عذر، فكيف تعذر نفسك؟ والجانب الآخر يا أخواتي، الله يرضى عليكم، اعرفوا الخطر، الخطر جلل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، فأقدم رجلا ليصلي بالناس فيأمر بحزم من حطب، قال: فأخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعة في المسجد، قال: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والأمر بالتحريق ما يأتي إلا لأمر جلل. ولهذا يجب على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، ويجب أن تأخذ الحكم أنها راعية ومسؤولة عن زوجها، أنها تناصح. الدين النصيحة، والنصيحة عامة. فبعض الأخوات ترى زوجها يتقاعس عن الصلاة وتقعد ما كأنها تبالي، ما عندها مشكلة، ويسمع الصلاة ويسمع المنادي ويسمع ولا يقوم يصلي، وهي يعني ترحمه من باب الرحمة والعطف، لكنها لا ترحمها لدوامه. ولهذا إذا أردتم السعادة بين أزواجكم وفي حياتكم، الله الله في الصلاة. أولا أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن ينصر إخواننا المرابطين في الحدة الجنوبية يا رب العالمين، وأن يكتب لك الأجر يا رب على ما قمت به من خدمة لهذا الدين وهذا الوطن الغالي علينا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجرك، وأن ييسر أمرك، وأن يسدد في أقوالك وأفعالك. وأبشرك بحديث عظيم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أبي داود، والحديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مجرد حلبها الناقة اليسير، قال: وجبت له الجنة. الله أكبر، إذا صدق. ومن سأل الله القتل في نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كان لونها، لون الدم يعني الزعفران، وريحه ريح المسك. ومن خرج منه خراجا في سبيل الله فإن ومن خرج خراجا في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء، طابع الشهداء. طيب، فما بالك اللي فقد كليته ولا فقد كذا؟ الأهم أن يحتسب الإنسان الأجر ويبشر بخير عظيم جدا، فإن ما عند الله جل جلاله خير وأبقى. والإنسان إذا رضي بما قدره الله له فهو من أغنى الناس رضا ومحبة لربه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني شدة زيد له في بلائه حتى انتهى الغاية، يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فأبشرك أنك في كل يوم إذا صدقت نيتك فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنك الذنب والمعصية بسبب الابتلاء الذي ابتلاك الله به، حتى تمشي على الأرض وأنت ليس عليك ذنب وليس عليك خطيئة، وهذا من فضل الله عليك سبحانه. وأما قضية أنك لا تستطيع الصيام فرب العالمين عذرك، والله تبارك وتعالى بين حال المسافر وحال المريض، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كان المرض الذي بك لا يرجى برؤه، يعني هو مستمر، وأخبرك الطبيب أنك تستخدم هذه العلاجات طوال حياتك، وهذا لا يمكن أن يشفى منه غالبا، نقول: فإن عليك الإطعام بدلا من الصيام، والإطعام تطعم عن كل يوم مسكين. طيب، ما تستطيع تطعم، توكل ابن عمك ابن خالك، توكله بالإطعام عنك. طيب، تقول: الآن عندنا حظر، نقول: حتى ترفع الغمة إن شاء الله ثم تطعم، أو أنك تدخل إلى حسابك في الراجحي ولا غيره أقرب جمعيات خيرية، يعني تعطيهم إطعام مساكين، وهم بمجرد الوكالة الذين توكلهم وهم يخرجون عنك بإذن الله عز وجل. وأما الـ1000 ريال هل تجب فيها الزكاة؟ فنقول أن من شروط الزكاة أن يبلغ النصاب،
فإذا بلغ النصاب عرفنا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة. ويقاس الآن بالفضة 500 وتقريبا 590، 590 جرام. فأنت تسأل الصاغة الخاصين بالفضة تقول كم مقدار الفضة اليوم؟ إذا قال لك والله الآن تسوى عندنا الفضة المبلغ الفلاني، نقول المبلغ اللي قال عنه أضربه في 590، فإذا بلغت نصاب مثلا صارت 1500 القيمة، نقول ما عليك زكاة لأن اللي عندك 1000. وإذا كان 900 ريال نقول وجبت الزكاة لأن الذي عندك 1000. طيب كيف نطلع زكاتها؟ نقول قسمها على 40 والناتج هو الزكاة. يا أخواتي بارك الله فيكم، أنا أتعجب من بعض الأسئلة التي تأتيني من يعني المعتدة بسبب وفاة زوجها. اللي تسأل تقول ما يجوز تطلع في الشمس، واللي تقول ما يجوز إنه يعزيها، ابن عمي جاء على الباب يبي يعزيها، ما تكلم الرجال ولا ما تستطيع تكلم خالي لأنها رجل، أو ما تستطيع تكلم مثلا أخو زوجها اللي بيعزيها ترفض لأن رجل. هذه خرافات، هذه خرافات ولم يثبت فيها نص. والآن أختنا الله يوفقها تقول ساعة تقعد لا تلبس ولا تأكل ولا تشرب، مو بصحيح يا أخواتي. إنما الذي ذكره الفقهاء أن تجتنب الزينة، العطور والزينة، هذا الذي تجتنبه فقط. وكل الزينة سواء كان حلي أو ما يظهر على المرأة غالب في زينتها، هذا الذي تجتنبه، لكن البقية هذا ما ثبت النص فيه. فمثل الساعة اللي ذكرتها السائلة الآن، سواء كانت مطلية بلون ذهبي ولا بفضي، هذا ما يدخل في الزينة، هذا ممن يعتاد لبسه الناس عموما، ممن يعتاد لبسه، ولا يدخل أصلا في ما تجتنبه المحادة. وإنما ما تجتنبه المحادة كما بينت لكم فقط الزينة، الحلي، المكياج، ما يظهر من زينة المرأة المعروف عادة، يعني أن لا يظهر عليها شعار الفرح والسرور أو كذا فقط. لكن كونها تمتلك من تعزية ابن عمها ولا جارها ولا خالها ولا لأنهم رجال ما يجوز، هذه أشياء ما ثبت فيها الدليل. أو إنها ما تطلع الشمس تشوفها برا، هذا ما ثبت فيها دليل. أو إنها ما تروح مستشفى إذا احتاجت، أو ما تقضي حاجتها وترجع، هذا كلها جائزة ما فيها بأس يا أخواتي. وأقصد بقضاء الحاجة عند الضرورة، مثل المستشفى، مثل أمر معين تحتاج أن تشتري مثلا من سوبر ماركت ولا يوجد من يخدمها من الرجال، تروح تقضي حاجتها وترجع ثاني مرة. فالمقصود في المحادة أن تلزم بيت الزوجية، أن تلزمه ولا تفارقه إلا لضرورة. وهذه كلها حاجات يحتاجها الإنسان، تروح وتقضي حاجتها. وهذا الذي يرى شيخنا الشيخ عبد الله المطلق وفقه الله. يا أخواتي، الإنسان معرض للعين. أنا ما أتكلم عن يعني الإنسان يوسوس ولا كذا، لكن أقول معرض للعين، ولهذا وجب عليه التحصين الشرعي. حصنوا أنفسكم، حصنوا أبناءكم وبناتكم وهم أطفال. يعني بعض الأخوات عندها طفلة ما شاء الله تبارك الله، منطقها رائع جدا، تتكلم بكلام كأنها تتكلم مع كبار، ملفتة للنظر، بعضهم بجمالها، بعضهم مثلا بطبخها، بعضهم بحسن حديثها، بحفظها للقرآن. يحسد الإنسان ويأتي بعين بعضها بعلاقتها مع زوجها، علاقة طيبة تحسد. هذا الأمر موجود أو تصاب بالعين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم: العين حق تولج الرجل القبر حي ثم يلقاه في القبر ميت، والجمل القدر. فيهلك الإنسان بسبب العين. ولهذا حافظوا على الأذكار الشرعية ولا تتهاونوا فيها. وذكر بعض العلماء وبعض الناس المتخصصين في الرقية، وأعرف منهم كثير من الإخوة وفقهم الله، أن من العلامات التثاؤب، من علامات العين كثرة التثاؤب عند قراءة القرآن. طبعا أنا لا أجزم بواحدة منها، لكن نقول أكثر من علامة. اعرض نفسك على الرقية: زغللة في العينين، ألم في ألواح الكتفين. وقد يكون ترى الألم بسبب أمر طبي، يعني راح راجع، لكن أنا أقول إذا قال الطبيب أحيانا مع الفحص ما فيك ولا شيء، نقول هذه من العلامات. ألواح الكتفين عندك ألم فيها، أسفل الظهر وفوق المؤخرة العظمة، ألم خلف القلب مباشرة،
آلام متفرقة في الجسم عند سماع القرآن، وإذا فحصت قال ما فيك شيء. هذه كلها من العلامات التي ربما يصاب بها الإنسان بسبب العين. حافظوا على أذكاركم كما تحافظون على أرواحكم، فالإنسان معرض للأذى، ولا نقولها على سبيل التخويف، لكن المحافظة عليها نعمة عظيمة جدا. ولهذا أعطيكم من العلاج، الآن ذكرنا المشكلة، الآن من العلاج ما يحتاج أنك تتصل على فلان ولا فلان. ضع الماء أمامك، اقرأ الفاتحة سبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك أنها رقية. ضع الماء واقرأ الفاتحة سبعا وانفث، وليس نفخ، النفخ إخراج اللسان ثم تنفث في الماء. كذلك زيت الزيتون ضعه أمامك، الآن حنا في رمضان خير اللهم لك الحمد، وأنت تقرأ وتريد أن تختم انفث في علبة زيت الزيتون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا منه وادهنوا، ادهن جسمك قبل النوم كاملا بنية الشفاء، واستمر على هذا بيقين أن الله الشافي. وإذا جئت إلى الإفطار خذ كوب من الماء فاتر وضع عليه ملعقة عسل سدر، واقرأ الفاتحة سبعا، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آخر البقرة، اقرأ المعوذتين ثلاثا، وانفث فيه بنية الشفاء، واستمر على هذا وأبشر بفرج من الله تبارك وتعالى. وأنصح الأخوات جميعا والإخوة من ابتلاهم الله عز وجل بهذه يعني العلامات، أو البعض عنده واحد من قرابته فيه مس أو سحر لا قدر الله أو كذا، فأنصحهم برقية أخونا محمد القوسي. فإذا كتبتم في اليوتيوب محمد القوسي أو رقية محمد القوسي، رقية طيبة ونافعة، في رقيتين، الأولى 52 دقيقة والثانية 12 دقيقة. أنا أنصح ب 52 دقيقة، كوني على طهارة، على وضوء أو طهارة، حتى لو كان معك الدورة كوني على طهارة، ثم استمعي إليها بنية الشفاء مع ما ذكرت لكم في قضية الرقيات على الماء والاستمرار على العسل والادهان بالزيت والاستماع لها. أقل شيء استمروا على هذا 7 أيام متتالية. والأخت بإذن الله نهاية الفقرة تنزل لكم الرابط بإذن الله عز وجل. استعينوا بالله واتبعوا العلاج. بالنسبة إلى الأخت السائلة، أنا ودي أعطيكم فكرة في قضية الجماع حتى تفهمون متى نقول يجب الغسل. العبرة ليس بإنزال المني من الرجل أو المرأة، افهموا القضية هذه يا إخوة يا أخوات. وكثير من الناس يتساءل وربما يقع في خطأ وهو لا يعلم، وإنما العبرة بالتقاء الختانان. إذا أصبح هناك إيلاج بمجرد أن يولج الرجل ذكره في قبل زوجته وإن لم يحصل إنزال وجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وما قال إذا أنزل أو أنزلت، قال إذا التقى الختانان. وعلى هذا فبمجرد الإيلاج يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.